يملك سلام بساتين عدة ينتج منها أنواعا مختلفة من الفواكه، قسم منها يجفف حسب الإمكانيات المتوفرة أي بأساليب بدائية ما زالت تستخدم، حيث توضع تحت أشعة الشمس على الأسطح في فصل الصيف، طريقة تأخذ وقتا طويلا وإنتاجا قليلا لا يسد حاجة السوق والطلب في محله الخاص ببيع هذه المنتوجات، والباقي يعتمد به على المستورد. لدينا العديد من أنواع الفواكه يتم تجفيفها مثل الرمان والتين والعنب والمشمش، ولكن فقط نستطيع تأمين عدة أشهر منها لأنها تنتهي بسرعة في السوق، والفترة المتبقية من السنة نعتمد على المنتوج المستورد. إحصائيات وزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان تشير إلى أن الأسواق المحلية استوردت نحو 420 طناً من الفواكه المجففة خلال العام الماضي، في وقت يزداد الطلب على المنتوج المحلي، وبالأخص من قبل السياح من مناطق وسط وجنوب البلاد الذين يقصدون الإقليم خلال فصل الصيف. أكثر شيء أفضل العراقي، لأن العراقي كليته صاير وين من الجبال، ما بي تنطيه كيمياوي، تنطيه كيمياوي، تنطيه مثلا نقول محفزات. المحلية أكيد يعني. ليش يعني؟ لأنه يعني ما بيها مواد حافظة طبيعية، ونعرف أصلها منين، يعني مو تجي من خارج من مناطق ما نعرف شنو هي بصراحة. الإحصائيات تؤكد أن مدينة أربيل استوردت العام الماضي ما يقارب 4500 طن من التين والمشمش المجفف، وأغلبه من تركيا وطاجيكستان، في وقت يمتلك الإقليم كميات كبيرة من هذه الفواكه الطازجة. كثرة المحصول وتنوعه يجده فلاحون أكثر من كاف لتحقيق الاكتفاء الذاتي لو أدخلت الصناعات الحديثة في تجفيف الفواكه، بل ويذهبون لأبعد من ذلك من إمكانية تصديره. حميد زيباري، الحرة، أربيل.